والقانون راه باقي ما طبقش، باقي ما خرجش للوجود، باقى فيه واقيلا نقاشات، وباقي خصها مصادقه، وخصها يقبلوا عليها يعني ربما حتى مجلس الحكومه او البرلمان. راه القانون راه خصو راه المراه هذه المراه ماشي سهله باش تاخذ بحقها واحد القانون. المهم هاد بالنسبه لهذا القانون هذا اللي بغى ياخذ السي وهبي، تنتمنى تكون عنده اغلبيه ساحقه لا في البرلمان لا في مجلس الحكومه لا مجتمع مدني لا صحفيين، كنتمناهم ياخذوا هذا القانون هذا بعين الاعتبار، لانه قانون ما غيخليش الاسره بقى تتفرق بعد اولا، وثانيا الا كانت المراه عندها صالير شهري مزيان خاصها يعني اما تسامح في النفقه او لا ما قداش على الحضانه تعطيها الاب ويتكلف، ولا كان الراجل ما خدامش خاص المراه تعطيه الا كان عندها صالير كبير، حيت شركات معاه بزاف الحوايج ربما يكون هو اللي دفعها هو اللي وصلها هو اللي خاصها تعطيه. فاحنا غنرجعوا دائما لغاصين ديالنا والاصول ديالنا اللي كتنطلق من القران الكريم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض. كتبقى داك الشيء ديال الزوجه حقيقة تعاون في الدار تعطيه، مي عند الفراق يعني في الطلاق وداك الشيء كتبقى هي تكلف براسها، أما الأولاد يبقوا دائما على الرجل، لأن قال الله سبحانه وتعالى رجع للقرآن دائما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى دائما الرجل والرعية ديالو هما الوليدات ديالو، ايضا هو ينفق عليهم. المرأة كتشد ما كتشدش ايه نعم يحسبها حتى هو صفغي، لان في الدار كتقول له دوز معايا للكوزينه ولا نجيبوا الماكلة من برا ولا نتخلص نتعشاو برا، هو كيبقى يمسلك الامور ولا حويجاتك انت سد عليهم ولا كذا صفغي كتبقى هاد. مي هما العيالات للاسف الشديد كيرجعوا للدين غير في هاد الحالات اللي هما كيتزيروا فيها كما كنقولوا. ما هي خصها في عوض فاش الراجل دائما ينفق عليها خصها تكون هي مكلفه به وبوليداتها ربات بيت، اما ان فوا كتخرج فالراجل حتى هو كيكون يعني في الدار كيأدي واحد الواجب في الدار. فالسيد الوزير دائما كيخرج بشي حاجة عصرية تتماشى مع الغرب، لكن الديمقراطية الغرب ما عمرها غادي تجي معنا. الديمقراطية مزيانة ولكن تكون ماروكان. لكن ميسر عليها الله، علاش غادي تاخذ من عند الراجل النفقة؟ والراجل ربما ما عندوش، والراجل ربما عنده مشاكل لا مع والديه لا مع الاخوان ديالو، كاين اللي عنده والدي وعنده خوته مقابلهم يعني، فما دراسه ربما هادي ربما شي واحد يكون مريض فيهم تيتحمل المسؤوليه ديال الطبيب ديال هادي ديال هادي. المهم هذا القانون راه مزيان ونشكرو السي وهبي. لا هي في الحقيقه ما مزياناش، لان خاص يكون واحد العدل بيناتهم، يقسموا، لان حتى المسؤوليه على الرجل مسؤوليه حتى على المراه، فهمتي؟ ماشي النفقه واخا يكون الرجل عاوتاني تيقبض، ومرات تكون المراه موظفه وما كتخلصش حتى هي النفقه. علاش؟ من داك المونطون اللي تيخرجوا للزوج ديال النفقه خاص يكون متعادل، لان حتى هو عنده عاوتاني من بعد مصاريف عاوتاني الا بغى يعاود حياته من جديد خاص يكون عنده حتى هو واحد المدخول. سكفي ماشي غير غادي نسقطوا عليه هو ياخذ واحد القدر النفقه تاخذه الزوجه وهي ما دير والو، ما يمكنش. خاص يكون تخلصت منه لا ما يقدرش يخليو ليها هي اللي تكلف. وشحال اكثر منه غتكون كتشد شحال 30000 درهم؟ هذا ماشي شنو المشكل؟ خاص يكون داكشي هذا بالرضا بيناتهم، توافق بيناتهم، هادشي اللي كاين. لان المحكمه هنا ما كتقول والو، خاص يكون التراضي بين الزوج والزوجه، هادشي اللي كاين. ان المراه اذا كانت تتخلص اكثر من الراجل، والراجل كان مسكين بسيط اما في واحد العمل ما داكشي هو هذاك، ولكن اذا كانت هي تتخلص هذاك وكانت بها خير في امان الله، هي تكلف بوليداتها ما عندها لا تقيد. عمرنا هذا الملف في المحكمه وطالب النفقه والطلبة، هي تكلف بوليداتها والله يعاوننا وعاونها وصلات عن بي، وتبعد من ذاك الرجل يخليها تميتو مع حياته تميتو، لانه كان مسكين هذاك راه ما لظروف ان لاش وقع الطلاق. شوف العالم الله شنو كاين شنو بيناتهم، ولكن تجي الراجل تيبقى تيشكي تجي المراه وشكون الظالم؟ العالم الله شكون الظالم؟ ولكن هرب هذه عندها المدخول وهذا السيد تولى، ودابا انا تنعرفو ما انا جالس بيطالي كان هذاك وقع له مشكل اما موظف ولا في شركه دارت فايت
وباش غادي يعطي هذا النفقه؟ ما تلقى هذاك اللي يمشي للحبس، علاش ما خدام شو هو ما ردامش؟ ما عندنا غادي يخلص هذه النفقه وعندها في المثال ثلاثه دولاد ولا اربعه، ما عندوش. وهي هذاك إذا كانت بنت الناس وتتخمم راه تخرج راه خدامه هذاك راه عند هذاك بس هذاك، والمشكل تيكون هو يا المراه ما خداماش، فهمتيني؟ هذاك هذاك راه خص الراجل يعطي النفقه يدبر راسه، علاش مجوج؟ هما تلقى الراجل دابا في المثال تيمشي يكري ياك وتيكري وتياكل مول الدار في الكرا، وهذاك ربي عالم ولا ذاك المراه هجاله باش شرات ذاك الدار وتيبقى هذاك راه تالي مسكين شنو تيجي تيدوز عام تيخلص وبالتالي تيقول وسيدي تقول له سيدي خرج لي غير مداري وانا هذاك وهو واكلها ويا ربي اللي علم عليها خدمت مانا في الدور ولا خدمت في فرنسا ولا خدمت في الخارج يا والله يعاون